جميع شخصيات لعبة ايباكس ليجند القادمة لعددهم 10 شخصيات تسربوا بشكل كامل، اشكالهم واسمائهم وبعضهم خصائصهم. فبهالفيديو رح نروح لشخصية شخصية اورجيكم شكلها واسمها ونحاول نتوقع خصائصها. فيلا خلينا نبدأ. قبل ابدا الفيديو بس حاب اذكر بشكل جدا سريع في جيف اواي شهري على القناه على سماعه استرو اي 40 مقدمه من محلات جي كي جيمز. السحب بنهايه الشهر. الجيف اواي راح يكون على فيديوهات عشوائيه وهذا فيديو منهم. كل عليك تسويه تشترك، ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك بالقناه واترك بالتعليقات حسابك على الانستغرام او تويتر عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معك. طب شباب، قبل لا نتكلم عن شخصيات وتفاصيلها خلينا نتكلم كيف طلعوا. طبعا طلعوا عن طريق الداتا مايننج اللي هم ناس يفتحوا ملفات اللعبه يدوروا فيها على البي سي ويروحوا لاماكن مقفوله بس يعني بالهاكينج يقدروا يفوتوا ويشوفوها. ففي ناس عملوا داتا مايننج على البي سي وفاتوا لقوا بملفات اللعبه في 7 شخصيات تقريبا موجوده اسمائهم وموجود الديزاين الاولي لهم، يعني راح تشوفوا اشكالهم بس ما راح تكون جدا اتش دي واضحه لانه لسه هدول شخصيات ما راح يعني مطولين ليجوا كم شهرين 3 مع كل سيزن، فحاطين الديزاين الاولي لهم مع اسمائهم بملفات اللعبه. فهذا اللي هنشوفه هلا وكل شيء. ومن الشخصيات هي شخصيه اوكتين يلي تسرب من فترة انه راح يطلع، سويت فيديو كامل عن خصائصه. وشخصية اوكتين نفسه حساب اوريجين الخاص بشركة اي اي على البي سي حطوا صورة له على الحساب نفسه، فشخصية اوكتين تأكد 100% انه هو الشخصية القادمة. اول شيء خلينا نتكلم بشكل جدا سريع عن شخصية اوكتين اللي سويت فيديو كامل عنه، بس راح اعيده اللي ما شاف الفيديو. هالشخصية القادمة 100% على ما اظن مع السيزون الاول يعني الاسبوع الجاي او اللي بعده. شكل الشخصية اللي انتم شايفينه قدامكم نوعا ما يشبه شكل شخصية جانكرات من اوفر واتش. خصائص الشخصية 3 خصائص. اول شيء الخاصية العادية اللي ما تفعلها اللي هي انه الشخصية يهيل وهو قاعد يمشي، يعني لو طلعت من فايت وما عندك اي شيء تهيل فيه امشي وعدي مناطق وراح تلاقي انه هيلك او هيلثك قاعد يعبي. بعدين الخاصية البسيطة اللي فينك تفعلها كل 7 ثواني اللي هي بيخلي شخصيتك اسرع ب 30% فراح تقريبا يكون جدا سريع. شخصيات بلعبه ايباكس اصلا سريعين ف 30% سرعه زياده راح يكون صاروخ نوعا ما، بس هالشيء راح ينقص من هيلثك 10% لمده 7 ثواني. مجرد ما تخلص 7 ثواني هيلثك راح يرجع مثل ما هو. والخاصيه الاقوى شيء هي عباره عن جمب باد اللي هي نفس فورتنايت لانش باد، بتحطها وبتنط لاماكن عاليه فيعني راح تساعده انه يطلع من الحشرات. فالشخصيه بشكل عام شغل تمشي بسرعه، شغل تطلع من اماكن محشور فيها، فاي شكله خرافي. طيب خلينا نبدا بالشخصيات المسربه الثانيه اللي طلعت من ملفات اللعبه. مثل ما قلت لكم ما نعرف خصائصها بس نعرف اسم كل شخصيه وشكلها. بالنسبه للخصائص راح اشغل تحرياتي. اول شيء عنا شخصيه رامبارت مثل ما شايفينه قدامكم، هذا اسمه وهذا شكله. مثل ما قلت لكم ما نعرف اي شيء عن خصائصه بس اسمه رامبارت. فرامبارت ترجمته للعربي طلع معناها الدرع الحصن المتراس، ومبين انه ضخم فاظن رح يكون تانك يعني نفس شخصية جيبرالتر. واظن من اسمه درع بس شخصية جيبرالتر عنده درع بس اظن يمكن يكون عنده هاد درع من نوع تاني، يعني خلينا نقول باوفر واتش نفس شخصية راينهارت يمسك شيلد بايده كبير فاي ممكن. بعدين عندنا شخصية روس، صراحة ما اقدر اسوي تحريات مو واضح اي شيء من شكل الشخصية ولا من اسمها شو ممكن تكون. يعني اول واحد شخصية رامبارت تلكم شكله تانك من اسمه من شكله، بس شخصية روز صراحة ما ادري، فاتمنى تساعدونا بالكومنت لو واحد بتوقع اي شيء عن الشخصية. بعد عنا شخصية دالشام او كريبتو، فواضح انه عنده سيف وكمان من اسمه الثاني اللي هو كريبتو. اظن كريبتو هي عملة رقمية او شيء من الكلام، فممكن يكون له علاقة بالهاكينج، ممكن انه يهكر باقي الشخصيات بشكل ما فينا نستعمل الابيليتي حقهم. فممكن الخاصية الصغيرة تبعه انه يوجه على شخص على واحد معين، وهالشخص ما فينا يستعمل خصائصه لمدة خلينا نقول 20 ثانية 10 ثواني. والخاصية الكبيرة تبعه ممكن يخلي مجموعة من اللاعبين ما فينا يستعملوا خصائصهم، او حتى مثلا ما فيهم يغيروا سلاح انه مده معينه كل شيء عندك متشنج بس فينك تطخ بسلاحك وتمشي. اعيد واكرر هاي كلها تحرياتي، الكلامات كله كيس، فالخصائص ما نعرف اي شيء بس نعرف متى تركم اشكالهم واسمائهم. بعدين عنا شخصيه نوماد، شخصيه نوماد نفس اسم شخصيه نوماد ببلاك اوب 3 او بلاك اوبس 4. فانتم شايفينه قدامكم مبين انه عربي نوعا ما،
بس حاطط قناع جمجمة او ممكن يكون آلي ما ندري صراحة. ورا على اليسار كأنه عنده سكينتين صراحة، شكله قاتل، شكله الشغل تكتيلة. فهاي اللي وراء سيفين سكينتين. كمان من السكرين شوت من الداتا مايننج طلع معلومة على لنوماد انه تراكر، يعني تراكر يعني ملاحق بلحق الشخصيات. بس عنا شخصية بلاد هاوند هو نوعا ما تراكر، فينا يشوف اثر باقي الشخصيات، فينا يشوفهم من ورا الحيط. فما ادري شو فرق تراكر بلاد هاوند عن نوماد، بس نستنى لتنزل الشخصية ونشوف. بعدين عنا شخصية سكانر انتم شايفين قدامكم، كمان مرة ثانية صراحة ما ادري، واضح من شكلها وستايلها انه شغل نوعا ما تخفي سنايبر هيك شيء. فاي هاي شخصية سكانر. بعدين شخصية جيريكو، شخصية جيريكو مثل ما شايفين عنده شنطة كبيرة ورا، وواضح من شكله انه من النوع اللي بيدور على الكنوز او حرامي او شيء من الكلام. فممكن خصائصه انه الخاصية البسيطة بتخليه يشوف اللوت من اماكن بعيدة او يشوف اللوت الكويس، يعني انت بمنطقة تفعل الخاصية البسيطة يحكي لك انه هالمنطقة فيها سلاح الذهبي، فيها بيس كيبر بدون ما تروح وتدور. ممكن الخاصية الكبيرة تبعه انه يسرق سلاح من العدو، ومبين مشكله انه حرامي ما يطمن. بعدين عنا شخصية ناتالي او واتسون، هالشخصية ثاني شخصية رح تجينا بعد اوكتين، لانه في كتير تفاصيل عليها من اللعبة نفسها ومن التسريبات. من التسريبات تسربت جميع خصائصها الشكل فقط، انتم شايفين قدامكم هلأ ما في كلام ما نعرف شو وهي، بس من الشكل فواضح من الشكل ومن شكل الشخصية ومن شكل الخصائص انه إلها علاقة بالكهرباء، إلها علاقة تتحكم بالكهرباء نوعا ما. فاللي ما يعرف الشيلد بهاللعبة لما تعبي شيلدك هو عبارة عن كهرباء، يعني بيشحن الشيلد. فلما شخصية تعبي شيلد بيحكي I'm charging my shield. فأظن الخاصية تبعها نفس لايف لاين، يحط مثل أورب بالنص وأي واحد يقرب عليه يعبي شيلده فل. ممكن واضح من الشكل نوعا ما هيك، وباقي الخصائص شيء له علاقة بالكهرباء ما ندري. اللي شاف انترو البداية للعبة ايباكس ليجند كان في جريدة، بالجريدة هي تكلموا عن شخصية ناتالي أو واتسون، مكتوب انه تحت بشكل جدا صغير انه مفاجأة كبيرة. معظمنا بنعرف ناتالي من أول ما مشيت وهي صغيرة، وحاليا فاجأتنا انه راح تنضم للعبة الايباكس ليجند. فواضح انه شخصية صغيرة ومن شكلها مبين انه صغيرة. بعدين كاتبين تحت اللي ما يدري ناتالي هي بنت مهندس الكهرباء المسؤول عن تنظيم لعبة الايباكس ليجند. اللي ما يعرف الايباكس ليجند هي عبارة عن لعبة، مو والله نفس العاب الباتل رويال الثانية ناس لقوا حالهم بجزيرة ويلا دبحوا حالهم، لا هي لعبة في جمهور يشوفوها والناس يجوا ويشتركوا فيها بارادتهم، والفائز بيطلع بجائزة مالية. رح اسوي فيديو اشرح فيه قصة اللعبة بشكل كامل. ففي مهندس كهرباء هو احد المسؤولين عن تنظيم وتشغيل هاللعبة، مو لعبة الكترونية لا لعبة حقيقية الناس بيفوتوا فيها. فشخصية ناتالي او واتسون هي بنته لهذا الشخص ومهندس كهرباء وخصائصها كلها عن كهرباء. فاي واضح انه جدا قريب راح نشوف هالشخصية، وراي يمكن تكون مع سيزون الثاني او بعد شخصية اوكتين بفترة جدا قليلة. بعدين عنا شخصية هاسيريا انتم شايفين قدامكم، ما عنا اي تفاصيل عنها، بس انتم شايفين في وراها كأنه ايد كهربائية او ديل او جناح كهربائي، ممكن تطير نوعا ما او ممكن الشخصية تخليها تتسلق اماكن بسهولة. بس اكيد هالايد الكهربائية او الديل او المدري ايش مو بس شكل، اكيد راح يكون لها استعمال. بعدين اخر شيء عنا شخصية بروفيت، بروفيت واضح انه جدا متأخر لينزل يمكن بعد سنة، لانه حتى شكله مو مخلصينه لسه، انتم شايفين الشكل لسه مو مصممين العيون بس حاطين الشكل البداية له. فبروفيت في عنا شخصية بروفيت ببلاك اوبس 3 وبلاك اوبس 4، شكله نوعا ما له علاقة بقوة غير طبيعية او شيء من هالكلام. فاي يا شباب هي كانت كل الشخصيات، اتمنى كل واحد منكم يكتب رأيه عن كل شخصية شو تتوقعها. لمن تدركم جميع التفاصيل الشخصيات ما عدا اوكتين وواتسون كلها كيس وتحريات، بس اوكتين متأكدين منها وواتسون تسربت او مو تسربت، واتسون تدركم موجود الاشكال تبعها بس مو الكلام انه شو فيها الخاصيات. فاتمنى كل واحد يفيدنا بالكومنت، ممكن بعض كلامكم يطلع صح بس انزل الشخصيات. راح ارجع لهالفيديو اشوف شو الناس متوقعين
اذا واحد فعليا توقع الشيء صح لما تنزل الشخصيه بالمستقبل راح اقول في واحد من سنه سوى تحريات وطلعت صحيحه وكذا يعني. في اتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك, اشتركوا بالقناه اذا ما كنت مشترك, وبس كمانكم شركيه كيشكم فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامه.